سبب المقاطعة ديالنا فهو سبب واضح وواضح جدا، أنه مجموعة من الطلبة والطالبات لم ترضى بالبرمجة التي وضعتها الإدارة بخصوص امتحانات الفصل الثاني. كنتمناو من الإدارة ما تبقاش تحاول دير معنا الطرق الملتوية والطرق الصبيانية اللي كتحاول ما تعطيش حقوق الطلبة والطالبات. الحق ديالنا بسيط وبسيط جدا، هو إعطائنا فقط المجال والوقت الكافي من أجل المراجعة، من أجل التحصيل الدراسي الجيد لكل الطلبة والطالبات. اليوم ونهار السبت كانت عندنا واحد المقاطعة اللي حنا لاضات اللي دات لنا الإدارة ما عجباناش، واصلا ما عطاوناش الوقت فين بريباري، وكان عندنا مشكل في لي بي اف او ما تخدوش في الوقت، ودرنا هذه المقاطعه اليوم والحمد لله تمت بنجاح. وكن الحمد لله وكنشكروه ان الطلبه اليوم وقفوا معنا وكنا لحمه واحده والحمد لله، وكندافع على المطلب ديالنا اللي هو عندنا الحق اننا ناخذوا لي 15 جوغ ديالنا باش نبريباريو على خاطرنا ونرتاحوا مع نرتاحوا نفسيا، ونكون عندنا نقاط مشرفه ونفرحوا العائلات ديالنا ان شاء الله. هادشي علاش اختارينا كطلبه كليه العلوم بيد واحده وتصويت واحد، اننا اليوم نكون عندنا مقاطعه للدوره الربيعيه لامتحانات الدوره الربيعيه. حنا اليوم جينا كنطالبوا بالحقوق ديالنا، اننا يكون لنا ليكزام في واحد المده اللي ممكن اننا ندوزوا فيها براحتنا، يعني المده القانونيه باش غير نراجعوا، حيت ما عطاوش لنا هذا العام. دوزنا المشكل اللي عندنا، المشاكل اللي عندنا اننا دوزنا ليكزام غندوزوه في 3 ايام، مع العلم اننا كنا كندوزوه في سيمانه. هادو من المشاكل اللي داروا لنا هذا العام. مثلا حنا الطلبه ديال البرونج ديال اس في اي اس 4 اننا دوزنا غندوزو 6 موديلات في 3 ايام، ومن بعد ما ندوزو 6 موديلات ديال 6 تي بي اش اكزام، يعني غندوزوه في 3 ايام حتى هو، يعني انهم جمعوا لنا داك الشيء خلطوه يعني هذا العام. وكنا كنقراو اننا هذا العام في هذا السيمستر اننا كنقراو بروغرام ديال 4 شهور، يعني هذا البروغرام كنقراو في 4 شهور، هذا العام قريناه غير في شهرين، والبروغرام تقريبا بقى كامل. هادو من المشاكل اللي كانوا عندنا. المطلب ديالنا هو يعطيونا يديروا لنا الاكزام ديالنا، يديروا لنا في السيمانه كيف ما فين كيديروه، وبليس انهم يعطونا الوقت فين اننا نراجعوا، حيت المده باش المده اللي غنراجعوا فيها انها كانت قصيره بزاف. يعني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.